ولد. نعم معلم. انت سمعان بيعرف الجر؟ ايه طبعا معلم، في حدا بالدنيا كلها مو سمعان بيعرف الجر؟ ايه عفرم عليك، هات لشوف، سمعني اعرف الجر في من؟ ايه لا برافو وعنه على ايه خلاص يا طع عمرك على الاحرف، هي احرف ولك ولك هي بطلت موضه يا ولد، بطلت الموضه تبعها. بالله معلم شو احرف ودارجه هالايام؟ يا عيني عليك انت سالتني، في عندك مثلا شرف، عندك مثلا لحظه معلم، شرف حرف جر؟ ولك بحياتي ما صارت معك اقول لك شرف معنا تعال عنا وجر وجر. اه معلم بلا هو صحيح بس شو؟ ولا شيء ولا شيء. قوم قوم من خلقتي يقطع عمرك انت وحدي اسمع حد، قوم سوي شاي جر من قدامي. الظاهر معلم والله اعلم هذا الناموس جاي من المزرعة اللي جنبنا. مزرعة البقر يعني؟ ايه مزرعة البقر. اسمع لي لك، بتروح لعند هوي البضيلي بكره من الصبح بتقول له انه يشيل البقرات، بقول له قسما في اللوح اذا ما بشيل البقرات انه معلمي بده يطيرك انت والبقرات، فما له لو يلا نلعبنا هان. امرك معلم امرك على عيني. وين بدي روح فيهم؟ يستر عرضك، ما في محل اخذهم عليه. ما بعرف مو شغلتي المعلم، انا رحلهم يعني رحلهم. طيب قل له للمعلم اذا بدي رحلهم لازم جهزهم محل، مو لاي محل بقدر باخذهم. طيب ماشي رح احكي ونشوف. الو اي نعم المعلم شاهين معي، تفضل 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 معلم. الو شو اسمع لي اقول لك، بتفهموا لهي البطيليه اذا ما بيرحل بكره قسما في زوت اللوه انه بدي اسوي عزيمه عليهم، عرفت كيف هي؟ فهموا اشال البطوله هاي نقلع من هان يلا. سمعت شو جاوبني؟ لا ما سمعت. قال اذا بيرجع بيلاقيهم هون بده يعمل عزيمه غدا عليهم بكره. يستر عرضك ببوس ايدك اذا في مجال تعطيني فرصه بس لدبر محل انقلهم عليه. هيم انت حمار ما بتفهم؟ المعلم قال رحلوهم يعني بترحلوهم، هيك قال خلص انتهينا، ما قال لقوا محل انقلوهم. حاضر حاضر حاضر. العمى شو هالحكي هاد؟ شعب ما بيفهم غير بالكف، الديمقراطيه ما بتلبق له. للمسا ما بيضل شيء هون، فهمت؟ يزعل المعلم لانه عليها شاكريا. يا معيدة وزي نزل نفسك يا حيوان. حاضر سلا. حاضر يا عم حاضر حاضر تأمر أمر على راس يلا بخ. We'll be right back.
العافية. حاضر. ممتاز هاك يلا تبرك. عمرك معلمي طول عمرك خلينا. حبيب قلبي يلا. جاهز. احسن ما يكون احلى ملعب تنس. لك بتجاوب على قد السؤال مش بتروح تجاوب هالجريدية. اوكي اوكي الجواب راح حلناه. بخاته بخيله لكون اجاب الناموس على غرفتي. ها ممكن تشرح ليه؟ ايه يمكن معلم من البحيره اللي فوق على المي عم يجي برغش. ايه بحيره يعني مو بحيره بحيره هي البركه اللي فوق قبل كانوا يسموه بحيره. ازون هاك ما تنقبروا تطمروها. ايش عم تستنوا؟ عم تستنوا حتى الناموس ياكلني؟ انت بدكم تحسوا عدمكم. أمرك معلم أمره. اسمع لأقول لك بكرة من الصبح تأخذ معك جرافتان عرفت كيفي وبتمسحه مسح عرفت كيف ما بتخلي ولا شوية رطابة بديوها كلياتها تروح اللي إحنا عاد. شوف بسرعة بالله هلا حيلكم تقولوا لك اسكتي انتي انا الرجال انا اللي بحكي. عفوا ليش؟ بدنا نطمرها والله. تحركوا يلا بسرعة. عفوا بس الناس ما عندها محل تعمل سيران غير هو. اوهو علينا. اسمعوا لا يا بتحمل حالك بتطب اغراضك تملي انت وياها من هون يا بطمراك وما نسأل عنك فهمتوا ولا لا؟ فهمت ايوه فهمت. يلا اطمروها بنجي معلم حرك يلا بسرعة. ولك فوز فوز
نعم علي. ولك اعتز بنفسك ولك حيوان. نعم علي. اعتز بنفسك. مر علي. طمرتوها؟ طمرناها وطمرنا لحية أولي. خلّها معلم. بتجاوب على قد السؤال، مو بتروح تعمل لي جريدة هاك. طمرناها معلم. بخاتو؟ بخينا. لكن كيف الناموس سلل على الدور لهنا؟ فيني أفهم كيف هي؟ والله ما بعرف يا معلم، بس يمكن والله أعلم من شجر الحرش اللي جنبنا. أزال هاك من شجر الحرش اللي جنبنا بتروح تقصه كل يوتو، ولا بدك الناموس يبص لي دمي؟ اتحرك صار معلم. من هون للغدا ما بدي اشوف ولا شجرة. شيلون قبل ما يرجع المعلم شاهين. يلا بسرعة تحرك. شو الفوز يعني؟ قول مبروحة باخير مليح يعني؟ ايه والله يا معلم لحقناهم بلغشة بلغشة. تعرف الفوز قبل تقلل لك؟ مو معلم. الفوز مبروحة انا عم اطل من البوراندا من هان طلعت ما لقت اطلولة، يعني ما عاد في اطلولة مثل الاول. الارض جردة عرفت كيف هي؟ لو في مي لو في خضار لا في شيء، ونحن اشترينا الارض هون مشان الاطلاله مش هاك. بلا مزبوط ولا معلم. معناته لك فواز بتدور لي على دلول يدلل على هاي الفيلا، عرفت كيف؟ بتشوف لنا شيء فيلا يكون هلا اطلاله. بدنا نشوف خضار مي اشهى الاطلاله هاي مو مثل هاي. الله يخلينا نعرف نشتغل. والله بس هيك شوي استاذ. الو. نعم هيئة مكافحة البطالة. لا لا يا أهلسي، نحن هون ما عندنا خيار فؤوس. لسه لسه. شو اسم حضرتك؟ ولا سكر؟ ناريمان توفيق الحود. قرض أسري. شو مشروع حضرتك بالله؟ ما كانت تريكو. طيب خليكي معي لحظة. شو هالمشهد؟ ألو ليكو أنسي، اسمك مدرج بقائمة الزيارات بكرة. ممكن تنقلي لي العنوان؟ أيوة مالكي؟
ايه ماشي الحال. نحن بكره في عنا جوله واسمك بيجي ثالث اسم، يعني على الاغلب بنكون عندك الساعه 12. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. لك يا جماعه، هلا بالمالكي في حي شعبي؟ وليش عم تسال استاذ؟ لك في وحده مقدمه على قرض اسري وعطتني عنوانها بالمالكي. او شو المشكله؟ ما شفت هدول الجماعه اللي رحنا لعندهم هداك اليوم وساكنين كلهم على السطح؟ عائله كامله بغرفه وحده وعلى السطح، وين؟ بارقى حي. قالوا نعم. ايوه، هيئه مكافحه البطاله. نعم يا اخي، بس بدك تقوم بدراسه جدوى اقتصاديه. يا الله شو دجرانه، مالي طاقة روحي، مالي عرفاني شو بدي اعمل. ماما اخذت لي سيارتي وراحت لعند الكوفر، قال شو سيارتها بالتصليح؟ شو الضجه اللي حواليك انت؟ وينك؟ جايين لعندي؟ انت ومين؟ انت وفيفي؟ ثاني اجى لعنا ضيوف. يا ستي افتحي الباب. ليك تقبريني، يلا لا تاخروا، ناطرتكم انا. ايه؟ باي باي. منكم؟ نعم؟ فوتي ستي فوتي. نعم. عفوا، يمكن ها نحن غلطانين. ايه اسفين. ايه طول بالك يا اخي، طول بالك شوي. مو انتو تبعات قرض البطالة؟ نحن بطالة تبع القرض. ايه مالكم غلطانين، تفضلوا فوتوا. تفضل فوت. فوت انا كمان؟ ايه تفضل. يلا يلا. هعدوا ارتاحوا على الكنباية. شكرا. عدوا. أهلا وسهلا. حضرتك ناريمان توفيق الحوت؟ ايه، ليش مو مصدقين؟ لا يعني هو بيخلى من الشبه 40. ليش حضرتك شايفني قبل بمر الشيء؟ لا عفوا، بس زميلنا قصده يقول انه حضرتك متغيره عن يوم اجيت قدمت اوراق القرض. قال متغيره؟ قال ليش انا اللي قدمت الاوراق؟ سائق الباب اللي راح قدم لي اياهم. عفوا، زميلنا قصده انه حضرتك فاجأتينا. يعني الصوره اللي رسمينها بذهننا عن حضرتك مختلفه كثير عن اللي يعني هلا انت حضرتك فيه. ايه وشو المطلوب هلا؟ نحن بنقوم بزياره قبل اعطاء القرض لحتى نتاكد بانه يلي بده ياخذ القرض بده يستغله بطريقه صحيحه. صحيحه. والاهم من ذلك، نحن بنعطي القرض لناس بكونوا محتاجين له مشان يتجاوزوا حاله البطاله اللي عندهم والفقر. اوكي، بس ما فهمت وين المشكله. شو اوكي وما اوكي؟ هذا القرض للناس الفقراء. اوكي، بس هذا كله ملك البابا، وانا قاعده بلا شغل وبحاجه لهذا القرض. حضرتك رح تشتري ماكينه تريكو وتشتغلي عليها؟ ايه اكيد. حضرتك استاذ كانك كثير بتدقق. ما طيب يا انسه، نحن رح ندرس الموضوع مره ثانيه وقريبا ان شاء الله رح نبلغك بالنتيجه. أعوذ بالله، ما بتأخر بنوك، بكرة إن شاء الله بتجيك النتيجة. ساعتين انت. فجابلي بابا سيارة موديل 2005، طير العقل. واو، أنا عندي 2006. لا ما حلا تطلع. إيه لا تطلعي. ناريمان كان في جماعة طالعين من تحت، مين هيدول؟ ييه، هدلون السقلة تبعات قرض البطالة. على هالحالة ما بقي غير قرض سلاف.
لما اجوا لعندي على البيت طالعتهم على السطوح اللي عند غرفة الناطور، هو ومرته وولاده عايشين بأوضة وحدة. تصوروا كانوا رح يبكوا. يا حرام عن جد. يا حرام. أنا قدمت بفرع الريف، طبعا كان بابا حكى معهم، سألوني شو مشروعك، قلت لهم بدي اشتري بقرة. والأحلى من هيك قالوا لي وين بدك تحطيها؟ حزروا شو قلت لهم؟ بمزرعة البابا. من يوم يومك خفيف الدم. مين عنا هلا؟ مين عنا هلا يا مرحوم البي؟ ايه استاذ، عنا مشروع عنا غمان، سألت عنه حضرتك؟ لك يا عمي هي أبوه طلع الحوت نفسه، الرجل الملياردير يلي عنده 10 بنايات وعشر بواخر وعشر شركات مقاولات. أنا يستحيل وافق على هيك قرض. صحيح أستاذ، بس هي مستوفية كل الشروط القانونية وعم تعتبر إنه هي ثروة أبوها، ما لها علاقة فيها، وهذا شيء قانوني. بلا قانوني بلا مانوني. بعدين تعال قلا، شايفك غيرت رأيك من امبارح لليوم. أستاذ منعطيها على مسؤوليتها، ونحن رح نطلع كشف على المشروع بعد ما نعطيها القرض، بنوقف على حقيقة الأمر. روح وقف لحالك على حقيقة الأمر. أنا هون مدير اللجنة ومستحيل وافق على هيك مشروع. ألو. احترامي سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي. حاضر سيدي. خير، شو القصة؟ أنا انتقلت على دير الزور وعينوا الأخ بدالي. حبيبتي سوسو، أنت تقلتي الشنطة شي؟ أنا شنطاتي فاضي، بدي اشتري من هنيك. والله عجبتني الفكرة، بتعرفي شو؟ بكبوا لهدول الثياب هنيك وبشتري غيرهم. أحسن. شو مامي؟ إن شاء الله ما نسيتوا شي؟ لا ما نسينا شي. مامي انت حكيتي مع الباب مش هيبعت لنا السياره، لانه لازم نكون بالمطار قبل موعد الطياره. هون ايه مامي، هلا بيجي السائق. بس انا شايفه هيفا لهلا ما اجى. يا سيتي افتحي الباب. اوكي مامي. هاي ستي. هاي يا حلوه. طيب انت هون؟ هاي تونت، كيفك؟ شو هالحلا هيدا؟ هاي. لو متاخره كمان شويه فيفي كنا تاركينك وماشيين. تونت امشي روحي معنا. ايه والله السفرة ما بتلبق غير لألك. لا حبيبة قلبي، لا لا انا تركية، لا 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 خلاص مليت كتير منها. مامي مثل ما حكيت معك، ها يدي بالك. وانتو كمان حبيباتي. ها خلص تونت، هي زمرة السيارة. يلا بسرعة يلا حكيت معك. ايه بس برجع امي هلا مني شي. مرحبا مدام، نحن من هيئة مكافحة البطالة. انت اما لنا ريمان توفيق الحوت؟ خير. نحن جاي نكشف على مشروع ماكينة تريكو. ياي ماكينة تريكو؟ بنتك اخذت قرض لشراء ماكينة تريكو ونحن جايين نشوف شغلها. بس ريمان سافرت. سافرت؟ ايه طلعت على تركيا هي ورفقاتها. شمت هوا. شمت هوا؟ رايحين يقضون رحلة 3-4 أيام بتركيا، يغيروا جو، لأنه ناريمان كتير مالة، ومنها بتكون رحلة استجمام. استجمام؟ استجمام، إيه ضروري طبعاً. طبعاً هي بحاجة لاستجمام، إيه طبعاً. طبعاً طبعاً حبيبي، بس تيجي بخبرها، باي. شو ركب أستاذ؟ قرب افتح دفتر، افتح، افتح، يلا. تفضل. تؤجل معاينة المشروع لحين عودة المستفيدة من القرض ناريمان الحوت من تركيا، حيث ذهبت لشراء أصناف حطنطة أيوة جديدة من الصوف لتشغيل ماكينة تريكو. على استجمام هذا. روح روح روح. I'm
ولك يا شاهين ولك يا كير ولك العمى بعيونك العمى ولك الله يفجعني فيك ولك شاهين ايه امي تعال ولك تعالي هون قدامي ولا قدامي قدامي يا كير ولا وقف على الحيط مين فتح قطرانيز المربى وخرب لي الموني اه أبتعرف ولك الله يكسر دياتك الله يعدم نياك الله يفجعني فيك الله لا يوفقك الله لا يوفقك ولك هيك ولك هيك ولك هيك ولك هيك كم صندوقة حوشته؟ والله حوشنا 20 صندوقة 20 صندوقة؟ والله 20 صندوقة العامة في عيون عيونه 20 صندوقة؟ والله 20 وين القداحة؟ وليش هي؟ ولا كر ولا حيوان شاهين وينها؟ ليش هين؟ عمي بيجي قعدت شو؟ وين القداحة ولا حيوان؟ أبعري قول وين القداحة ولا؟ أبعري سرقت أنت ورفقاتك الزعران والله ما تخلي والله ما تخلي وين القداحة ولا؟ واقفة أنت شو؟ واقفة واقفة قعد واقفة قعد واقفة منبطحة ولا؟ منبطحة فعلي شو هيك لفوق فعلي وجهي فعلي قول قول والله ما تخلني قول قرعتك والله ما تخلني قول قرعتك والله ما تخلني قول قرعتك فاينه بالله ما اعرف قول قرعتك قرعتك لك العمى في عيوني عيوني اوقحني صحيح لك ليك القداحه بيي ظلمتك يا بيي وقفت شو وقف اعتز بنفسك يا حيوان والقلع يلا تشوف يلا وين السيجاره وين السيجاره ها وين السيجاره حبيبي يا حيوان ساعدة تفتح الباب تحرك هذا شو؟ ها؟ لك بقتلك وقف عليك اعتز بنفسك يا حيوان اعتز بنفسك يا حبيبي يا حبيب قلبي لك يا حيوان وين جاي؟ عكب علي شو اللبسه؟ وقف عكب على الحيط بعدك تعال 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 جيبه وين تشتغل انت؟ ولك هذا مش بس روح من قلبك هذيك لفوق لا تعال شو؟ شو اسمك انت؟ ها؟ شو؟ لك علي صوتك شو بك؟ اعتز بنفسك لك حيوان شاهد قطاره يا من قلع شو؟ صباح الخير سيدنا تعال 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 روح انقلع صباح الخير سيدي نعم سيدنا مش مشان البريد سيدي مشان اذا بتحبوا تشوفوه يا شحش يا كر يا حيوان في حدا بيعطي البريد نص الكريدور قول قر اعترف انا حيوان قول انا انا قول قر اعترف انا حيوان انا حيوان انا حيوان قر اعترف انا حيوان سيدي برافو عليك وقف على الحيط شو ليك فوق فوق Thank you.
يا كر. سيدي الوالد على الخط. تهز بنفسك يا حيوان يا شاهين. هلا قبقت في الضيعه ما ولك من ايمتى ما شفناك ولا قول قر اعترف ليش بقت جاي؟ قول قر اعترف ليش بقت جاي؟ قول قر اعترف ليش بقت جاي؟ بالله مشغول يا بيي خلص بيجي 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 خلص بيجي 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 لازم أعبر عن هذا الشخص الثاني اللي تقمصني بكل شيء عندي من مشاعر وأحاسيس وانفعالات. يلا حبيبي الغدا جاهز. مال نفس سماح سماح تعي شوي بدي اياكي شوفي تعي شوي. نزار شوفي رعبتني عليك احكي. انا واحد تافه انا واحد حشره منحط انا غلطت بحق احن والطف وارقى واطيب مخلوق عرفتها بحياتي. انا غلطت بحقك يا سماح. ليش شو عملت؟ أنا ما عم يطلع الحكي معي. يا ريتني متت قبل ما أسمح لنفسي القاسمة تقودني للضياع. أنا لك أني ضياع؟ عن شو عم تحكي؟ بطلي قلبي حاجة تبكي وحكي. سماح أنا حكيت شي؟ لا لا حكيت شي؟ أنا بعرفك، لك 100 مرة قلت لك لا تحكي بالسياسة، شو لك علاقة أنت ممثل شو لك علاقة بالسياسة؟ يا الله سماح أنا طيب احكي. أنا تجوزت عليك. تجوزت علي أنا؟ جوزت علي انا يا حقير يا تافه. مزبوط تافه. لو كانوا حاضرين يا اصبري اصبري اصبري. سماح سماح استني استني شوي لك لسه ما خلصت حكي. استني مثل ما بيقول المثل مو كل مره بتسلم الجره. ظاهر اني تقلت العيار عليها شوي أو يمكن موضوع الخيانة والضرة موضوع حساس شوي عند النسوان بس يسمعوا فيه دغري بيطق مخهم. سماح سماح لك طولي بالك يا بنت الناس. معك لك طولي بالك لك يا بنت الحلال طولي بالك والله في سوء تفاهم. لك أنا ما تجوزت عليكي ما تجوزت لك طولي بالك لك في حمار بعيدة. إيه أنت لك سماح جناني والحالات اللي بتقمصها أو يلي بتتقمصني. لهيك قررت سيطر على حالي أكتر. لازم أفصل التمثيل عن الواقع لأنه إذا فاتوا ببعضهم مشكلة إنه يصير واقعي تمثيل
وتمثيلي واقع. اوكازيون اوكازيون عرض خاص على السواب، بايح السواب 25، يوم السواب عاشوراء. الله يعطيك يا اخي، الله يطول عمرك، لاحق حالك، هلا بتكون الشحات كانون. الله يرزقك سام زوجك اختي، سام زوجك. الله يعطيك يا اختي، السواب بعاشوراء بس، امبارح السواب 25، اوكازيون رخصة، اوكازيون رخصة، هلا بتقولوا كانون الشحات. من بار الله يا محسنين، من بار الله يا محسنين، اوكازيون، لاحق حالك، الله يعطيك يا اخي، الله يرزقك. ان شاء الله بزوجك واحدة حلوة كثير. الله خليك، الله يطعمك علي، الله خليك. عاشوراء الثواب، عاشوراء. خمس وراء بس، الله لا يوفق، الله لا يرزق بجاه النبي. يخرب بيتك شو خسيس. قلنا لكم اوكازيون يعني، بس مو هيك. قد ايش صاروا شع السيجارة، روح عنا. ها. يلا وينك؟ حط الغداء جاي، انا خلصت شغل. يلا الله معك. محجوز بالنظارة 3 أيام لحتى قدرت أقنعهم إنه أنا مظلوم، وإني عن جد عم مثل بهدف التمثيل مو الشهادة. وما ندمت، لأنه كان لحبسي عندهم فايدة كبيرة. علموني فنون جديدة واكتسبت مهارات، مهارات بعمري ما كانت خاطرة على بالي. طبعا هالشي قبل ما يعرفوا مين أنا. يعني هلا صرت بقدر مثل احسن فيلم عنف واكشن بطريقه كتير كتير واقعيه، وصرت بالاضرب بعيد عنكم، الحمار ما بيتحملوا. وتعلمت التكنيك تبع ضرب الكفوف والطيارات والرفس، هذا اللي بيطلع الصوت هيك. السفارة قالوا لي لازم حلل دمي بالمخبر وجيب لهم ورقة انه خالي من الامراض السارية والايدز.
حط على الطبالة محلل إيدز. عم طلع معي إيدز، طلع معي إيدز. شو قلت؟ وبدي موت بعد ثلاث أيام. شو قلت؟ شو عامل لك؟ إيدز؟ لا لا لا. أمي يا أمي، عم بمزح. أمي أمي دكتور، أنا حالتي مستعصية دكتور، أنا دمرت حياتي، دمرت حياتي ودمرت حياة كل شيء ناس بتحبني دكتور. مرتي طفشت مني، طلقتها، طلقتها طبعا، والوالدة عطتك عمرها، ماتت لما قلت لها إنه معي مرض الإيدز، ما لحقت لها إنه عم بمزح، ما لحقت لها إنه عم كذب عليكي وعم بمزح، لسا ما قلت لها معي إيدز إلا هيك طبت على وشها وماتت. أنا قتلت دكتور، أنا قتلت دكتور، قاتل أنا. استرخي استرخي يا ابني، استرخي، لا تشد أعصابك، كل شيء بينحل. شوف، أنت لازم تتعلم تفصل، يعني لما بدك تمثل بتمثل قدام الكاميرا، لما بيكون في تصوير. أنو تصوير دكتور؟ دكتور طلع بوشي شوفني، تعرفني شيء؟ أنا لي 12 سنة ممثل، وشي مألوف لك شيء؟ يعني بدك ما تأخذني لأنه أنا ما في عندي وقت لا شوف سينما ولا تلفزيون. حتى لو تابعت تلفزيون، حتى لو تابعت السينما ما رح تشوفني دكتور. أنا من 12 سنة ما اشتغلت شيء، اشتغلت دورين صغار هيك يا مر ملوحاً مع مرشة عطاني ياهن وبس، ما عاد اشتغلت ولا شغلة ولا عملة. دكتور أنا موهوب دكتور، لو ما كنت موهوب ما كنت قتلت أمي وما كنت طفشت مرتي. هدي 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 يا ابني، ما في يوم لك التوتر يا ابني، حاول انك تسترخي، قيم كل شيء من بالك، صفي ذهنك، ارخي جسمك، قوم يا ابني قوم قوم قوم، شوي 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 هون، قيم كل شيء من بالك، انسى انسى انسى، استرخي استرخي، لا 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 استرخي، لا تتوتر. شوف يا ابني شوف، انت موهوب، انت موهوب كثير، لكن انت عم بتفرغ موهبتك بالشارع لسبب، لانه ما عم يصح لك انك تستثمرها في المكان المناسب، هي هي المشكله يا ابني. خلص استرخي استرخي استرخي، لا 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 لا، ساعدوني يا ولد، انا يا عايز، انا يا عايز، انا يا عايز من الدهر، انا يا دانيا يا دانيا، اجيبوني اعطيني امرك مهدئ وتعال بسرعة. لكن ما في داعي للمهدئ دكتور، شو بضحكي؟ الله يسامحك بجاه النبي، يا ربك ما كنت مقنع، يا ربك ما صدقتني، شوف كيف موهوب، لكن انا بطير عقل. اهلين دكتور، تعيش وتاكل غيرها، اهلين بالعين، اهلين بالروح، ولك انا رضا 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 على الاصلي، اهلين اهلين. يلا ريعطينا العقل والدين، مشان هيك بيقولوا الممثلين مجانين.